بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير تبع محافظه البحيره ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 20/5/2022 وتعالوا نشوفوا العجول الذكوره اللحم الجنيه البقر. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا معلمي. عرفوا باسمك. عرفوا اسم ابراهيم نرايه. منين يا حاج ابراهيم؟ من 27 بنجر. 27 بنجر، اللهم صل على النبي. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ده عمرك قد ايه يا حاج ابراهيم ده؟ سنه وسبع شهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. سعرهم على بعض يا حاج ابراهيم ولا كل واحد لوحده؟ عاملين كام الجوز والله؟ عاملين قد ايه؟ 42000. 42000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. 42000. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي على المال. الدكوره اللحم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا حاج ابراهيم. نعم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. 13.5 الاسمر ده يا استاذ. الله اكبر يا حاج. 13.5. شوف الكلام. يعني لو طلعت التمر تديهولي ب 13.5 يا حاج؟ يعني لو طلعت 14 تديهولي؟ لا لا لا. طب ما الشيء اللي سمرك 27000. انا فهمت. 27000 يا حاج. عمر قال لك كام؟ قال لك كام يا حاج؟ قول له والله 42000 يا حاج. 42000 الاثنين يا حاج. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي على اللحم يا جماعه النهارده. الله يبارك لك. بعد اذنك يا حاج ابراهيم الرقم بس عشان نمشي. الله يبارك لك. رقم التليفون طيب بعد اذنك يا حاج. 010 140 70 99 991. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. متشكرين يا حاج ابراهيم. نهارك ابيض. اللهم صل على النبي على سوق ابو المطامير يا جماعه واداره المعلم جاسم يونس ابو خشيم. الله يبارك له. صباح الخير يا معلمي. كل سنه وانتم طيبين. الله يبارك لكم. صباح الفل. باداره مين ومين سوق ابو المطامير؟ الاداره المحترمه، الناس المحترمين. الباشمهندس ايهاب جاب الله ابو خشيم. المهندس ايهاب جاب الله ابو خشيم. والاستاذ عطيه يونس جاسم. والاستاذ عطيه يونس جاسم ابو خشيم برضه. الله يبارك لهم. ناس محترمين واداره محترمه وامن وامان. الله يبارك لكم والله. يا جماعة اللي ينزل سوق ابو المطامير هنا لو وقع منك جني تيجي الادارة تاخده 2 جنيه. الله يبارك لك يا معلم وصباحكم ابيض. متشكرين جدا. نهاركم زي العسل. اللهم صل على النبي على العجول الذكور اللحم يا جماعة في سوق ابو المطامير. سلام عليكم رجالي. كل سنة طيبين. تجار ولا جنيين؟ تجار يا خالص. طب نتعرفوا بيك؟ عمر عبد الله. المعلم عمر عبد الله قاعد فينا يا معلم؟ ابو المطامير وتجار ابو المطامير. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عمر قد ايه العجلين دول؟ عمرهم قد ايه؟ عمره 8 شهور. 8 شهور. بسم الله ما شاء الله. لا عايز حاجه علف يا جماعه ما يرضي الله. عمره 8 شهور. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. سعرهم على بعض يا معلم ولا كل واحد لوحده؟ 10 على بعض. عاملين كام والله وكيل بمرد الله؟ 34600 يا جماعه اجلين. بسم الله ما شاء الله. عمره 8 شهور. الله اكبر. 34600 يعني شغال على طول في العجول الجنيه ديت. طب ممكن رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك؟ الله يبارك لك. كام الرقم؟ 010 22 74 22 24 4 5. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد. ومتشكرين جدا. الله يبارك لك يا بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه على سوق ابو المطامير النهارده. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. الله يبارك لك. تاجر ولا جناية؟ جناية. الله يبارك لك. نتايه دي عامله يامي؟ عامله 20000. 20000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 20000 يا جماعه. الله اكبر. عمرها قد ايه؟ سنة ونص ولا أقل؟ سنتين. بسم الله ما شاء الله، يعني تمشى ضحية عادي. إن شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. العجم اللحم. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. 20000. اللهم صل على النبي. متشكرين يا معلمي والله يصلح حالك. الله يبارك لك. 20000. اللهم صل على النبي.
بسم الله ما شاء الله على العجم اللحم يا جماعه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيبين يا حاج. سلام يا معلم. تجار ولا قلنا ايه؟ تجار يا معلم. تقدر نتعرفوا باسمك؟ محمد عوض جبر. المعلم محمد عوض جابر قاعد فين يا حاج محمد؟ نجيله. النجيله ابو المطامير. اللهم صل على النبي. لحم دول يا معلمي؟ ايوه. اللهم صل على النبي. الاعمار قد ايه طيب؟ سنتين. عمر سنتين، يعني مشوا طحيه عادي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على العجم اللحم يا جماعه. عمر سنتين. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب سعرهم على بعض الثلاثه ولا كل واحده لوحدها يا حاج محمد؟ لا كل شهر لوحدها. طب الاولانيه دي عامله كام؟ 21600. ولا في النص دي؟ 13.5. كم؟ 18.5. واللي هنا دي؟ 19.5. الله يبارك لك يا حاج محمد. معاك حاجه تاني؟ لا هذه كويس. الله يبارك لك يا حاج. طب ممكن رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ 010 010 9 3 7 3 9 0 6 9 0 6 9. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لك يا حاج ومتشكرين جدا. اللهم صل على النبي على المال. صباح الخير يا عمدي. نتعرفوا باسمك؟ محمد ابو خليفه ان شاء الله. معلم محمد ابو خليفه قاعد فين يا معلمي؟ علوبه تبع المطامير. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. العجم اللحم يا جماعه بسوق ابو المطامير النهارده. الله اكبر. اللهم صل على النبي. سعرهم على بعض الثلاثة ولا كل واحدة لوحدها؟ كل واحدة لوحدها. طب الأولانية دي عاملة كام دي؟ 19. 19 ولا في النص دي؟ 20 و300. 20 و300. والثالثة دي؟ والثالثة دي ب 19. 19 اللي في النص دي كسرة جوه؟ أيوه. والاثنين دول لباني؟ لباني. الله يخليك يا حاج. حلال والحلال. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجة يتواصل معاه؟ ماشي يا صاحبي. نهارك أبيض. متشكرين جدا. اللهم صل على النبي يا جماعة. العجم اللحم في سوق أبو المطامير جات للنار ده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا زعيم. عامل ايه يا باشا؟ صباح الرضا على مصر ذمه. الله يبارك لك حبيبي يا باشا. عرف المشاهد بنفسك بالله عليك. عرف نفسي. اي المشاهد هنا حبيبي. تسلم بالايادي. اسمك طيب؟ ابراهيم النعمان. المعلم ابراهيم النعمان ابو حمص وتجار ابو حمص اللي منورين في جميع الاسواق ومحافظه البحيره. الله اكبر. وبيطلعوا برضه خارج محافظه البحيره الغربيه وقطور وبنها. الله يبارك لكم. وكفر الشيخ وكفر الدوار. الله يبارك لك يا علمي. الله يبارك لك. عامله ايه الشابه دي النهارده حبيبي؟ والله ها طب انا ايه؟ اي 19200. 19200. بسم الله ما شاء الله. كسر حي مفلقه الكسران. مفلقه الكسران. 19200. الله اكبر. معلم ابراهيم النعماني ابو حمص وتجار ابو حمص. الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على المال يا جماعه. اللهم صل على النبي. معاك حاجه ثانيه اما غير يا حاج ابراهيم؟ والله هي اللي فاضله معانا اخر حي. الله يبارك. طب ادينا الرقم. طيب مع حضرتك. ما احنا كل فيديو بناخدوه. 012 03 012 03 0 6 9 7 1 7 6 9 7 1 7. تمام. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم. الناس بترن علينا ما بتاخدش. تحب السبسكرايب على ما انت السعر الاسعار برضه لما تقولها بيرد الله الناس هتبيع وتشتري معاك. 19200 احلى اسعار يا حاج ابراهيم. 19200 حبيبي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم. 21.5 حبيبي. الله يبارك لك حبيبي. نارك ابيض ومتشكرين جدا. الله يبارك لك. اي تجار عندها عروض باسعار بمرد الله تتواصل معنا على قناه المواشي اليوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. ونسيبكم في رعايه الله وامنه. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.